الخير على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وبسعادة يا رب. بالنسبة للسحور المناسب لشهر رمضان، السحور دايما بحافظ ان يكون سحور خفيف جدا، سحور بنسميه سحور لايت، ما يكونش فيه حاجات يعني عايزة شغل من المعدة، حاجات كلها بسيطة جدا. نبدأ ان احنا قطعة جبنة مفيش اي مشكلة معانا، والخيار عشان الخيار بيحتفظ بكمية مية عالية جدا، دي بتساعدني في نهار رمضان. وبالنسبة للطماطم برضو يكون حاضرة وتكون موجودة. والبروتين اللي هيبقى موجود في السحور طبعا الشهير بالنسبة لنا هو طبق الفول، ولكن مش عايزين بقى فول بقوطة وفول بالتوم وفول بالحاجات دي كلها، لان ده بيأذي الجهاز الهضمي، لان احنا من العادات الخاطئة ان احنا بنتسحر وبندخل ننام على طول، فده طبعا هيأذي المعدة. الفول حاطين عليه مثلا زيت بذر الكتان او الزيت الحار فقط لا غير، عليه شوية خل، عليه شوية ليمون، عليه الحاجات اللي هي البسيطة، شوية كمون، الحاجات اللي هي البسيطة خالص اللي هي ما تعملش إريتيشن للمعدة أو تسبب أي مشاكل في المعدة، ده بالنسبة للفول. أيضا من الحاجات اللي هي الكارب اللي هي الكومبلكس أو النشويات اللي هي المعقدة، الشوفان مهم جدا، إن أنا ده هيحافظ لي على قوة الصبح في نهار رمضان، هيخليني قادر ان انا اروح الشغل، هيقومني ان انا في صحة كويسة، هيحافظ على تركيزي. الشوفان لازم ادخله 3 معالق مع كوباية زبادي بنقطع عليهم فاكهة زي الفراولة زي الموز زي الجوافة، اي فاكهة عندنا مهمة في البيت موجودة في البيت ممكن ان احنا نقطعها على الطبق ده، وبنديله معلقة عسل صغير جدا للتحلية، بيبقى طبق جميل جدا يعني ووافي، وما يخلينيش اعطش في نهار رمضان، وفي نفس الوقت هيحافظ لي على كمية المية اللي موجودة. والسحور بيبقى درجات، يعني ما يبقاش مرة واحدة، لا ده انا بأخر السحور وبيتاخد على فترة طويلة جدا وليكن ساعة، يعني ان انا اكل بسرعة واقوم وامشي، لا ده انا باخد ساعة كاملة. والنظام ده حتى اسمه نظام اللقيمات، يعني حاجة حاجة باخد حاجة حاجة، فده مريح للمعدة ومريح ليا ومريح لسكر الدم، ما برفعش الانسولين مرة واحدة او الانسولين يطلع مرة واحدة في الدم، ده انا باخده على او بيرتفع على درجات او يعني بيرتفع تدريجيا، ما نمشي على طول بعد السحور. وبشكركم وإلى اللقاء.